فؤاد. بيومي فؤاد مثال حقيقي للممثل الشامل اللي قدر في وقت قياسي انه يحجز مكان ثابت في عدد كبير من الاعمال السينمائيه والدراما على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا، بادوار اتنوعت ما بين الكوميديان والمجرم، الطيب والشرير، رجل الاعمال والفقير اللي بياكلها بدق. من اهم سمات بيومي فؤاد انه في كل دور بيقدمه بيسيب بصمه بيلقطها الجمهور، مش مهم مده ظهوره قد ايه ولا حجم الدور في السيناريو كام صفحه، لان ربنا مديله نعمه القبول بين الجماهير. من اكتر اسباب حب المصريين لبيومي افندي انه نجاحه وانتشاره جه بعد كفاح وسنين طويله في الظل، بدايه من شغله في الاعلانات والمسرح والادوار الصغيره في الافلام والمسلسلات، لحد ما جاله الدور اللي فرق كتير في شعبيته، دور الدكتور ربيع في مسلسل الكبير قوي. شوف يا كبير، عايزك تمسك اعصابك، شد حيلك. والله العظيم يا كبير امك حامل. من دور الدكتور ربيع اتنوعت ادوار بيومي فؤاد في اكتر من 35 فيلم و40 مسلسل، اثبت بيهم ان وجوده بيفرض نفسه بالاداء التلقائي والطبيعي.